ما هذا؟ برلمانيون يطالبون اقتطاع تبرع زلزال على دفعتين نظرا لظروفهم الاجتماعية. خبر عاجل، المغرب يوجه نداء لجميع دول العالم. بعد أن كانت سببا في أزمة غير مسبوقة بينهما المغرب وألمانيا ضمن الدول المشاركة في مشاورات مهمة جدا بنيويورك. ما هذا؟ برلمانيون يطالبون اقتطاع تبرع زلزال على دفعتين نظرا لظروفهم الاجتماعية. بعد إعلان مجلس النواب ومجلس المستشارين مساهمتهم بمبلغ تعويض شهر واحد بالنسبة لكل عضو من أعضاء المجلسين، فصندوق تدبير آثار الزلزال علم من مصادر برلمانية أن إدارة المجلسين أقرت تسهيلات بالنسبة لبعض النواب والمستشارين بسبب أوضاعهم الاجتماعية التي وصفت بالمعوذة. وفي الوقت الذي شرع فيه محاسب المجلسين في اقتطاع أجرة شهر من رواتب البرلمانيين، فإنه تم ترخيص نواب ومستشارين بالمساهمة عبر دفعتين مراعاة لظروفهم الاجتماعية. وأوردت ذات المصادر أن هناك عدد كبير من النواب البرلمانيين الأثرياء اكتفوا فقط باقتطاع أجرة شهر من راتبهم الشهري الذي يصل ل 3 ملايين ونصف سنتيم، ولم يتبرعوا لصندوق تدبير آثار الزلزال من مالهم الخاص في الوقت الذي هب فيه المغرب بمختلف مستوياتهم الاجتماعية للتبرع بمساعدات نقدية وعينية. واعتبر متتبعون أن اكتفاء برلمانيين ملايرية بالمساهمة في صندوق تدبير آثار الزلزال بأجرة شهر وهي أصلا من المال العام تعطي صورة سيئة عن نواب الأمة خاصة منهم الأثرياء، وهذا يعني أن هناك برلمانيين ساهموا من مالهم الخاصة دون أن يعلنوا ذلك عبر الكاميرات ووسائل الإعلام إما بشكل شخصي أو عبر شركاتهم. ما رأيكم في هذا؟ خبر عاجل، المغرب يوجه نداء لجميع دول العالم. تحت عنوان تلقوا في مراكش، أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة حملة تواصلية وطنية لحث كل مغربية ومغربي للسفر إلى مراكش بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وقرب حلول العطلة المدرسية القادمة لشهر أكتوبر، وذلك تفاعلا مع الحركة التضامنية الاستثنائية للمغاربة قاطبة التي أعقبت زلزال منطقة الحوزة. هذا وسيتم بث هذه الحملة تحت علامة نتلاقاو في بلادنا، ترم مواصلة هذا الزخم التضامني للمغاربة بحثهم على القدوم مجددا إلى مراكش وتقاسم لحظات العيش مع المراكشيين خلال هذه الفترات الاستثنائية. وترمي هذه الحملة الترويجية للسياحة الداخلية من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى إطلاق نشاط سياحي وإعادته إلى سابق عهده، حيث القطاع في أمس الحاجة لحملة قوية تطمئن السياح خلال الموسم القادم وتشجيعهم على مواصلة التوافد على وجهة المغرب. ويشرع في بث وسيشرع في بث هذه الحملة ابتداء من يومه السبت 23 تنبيل على شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الوطنية، على أن تليها يوم الاثنين القادمة حملة تواصلية أخرى موازية تشمل الصحافة الإلكترونية والورقية في أفق ضمان إشعاع شامل للسياحة الوطنية عشية المولد النبوي الشريف وبمناسبة قرب العطلة المدرسية لشهر أكتوبر. وحسب بلاغ المكتب الوطني المغربي للسياحة، فعلامة نتلاقاو في بلادنا تعد مصدر إلهام حقيقي مفعم بقيم التضامن والتآخي والتقاسم والاستدامة والإدماج والتآزر، وهي مصدر فخر واعتزاز لدى كافة المغاربة، حيث تجلى كل هذا الزخم التضامني الرائع الذي عم مختلف ربوع المملكة المغربية غداة الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز. وبهذا يعتزم المكتب الوطني المغربي للسياحة مواصلة التواجد والعمل على اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تفرضها بعض المستجدات الوطنية والدولية بغية الحد من انعكاساتها السلبية على القطاع السياحي وإعانته على استعادة توجهه وبريقه، أملا في استقطاب أعداد مهمة من السياح الأجانب والداخليين على حد سواء. شجاعة مواطنة تطيح بشيخ ومخازني بهذه المدينة. ألقت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الناظور بالقبض على عنصر طابرتبة شيخة وعنصر قوات مساعدة بالناظور بتهم تتعلق بالارتشاء والفساد، وأمرت بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سلوان. وحسب مصادر محلية فإن مواطنا بجامعة البركانينة قام بالاتصال بالرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن حالات الرشوة متهما المعنيين بابتزازه ومطالبته بمبالغ مالية مقابل التغاضي عن مخالفات التعمير والسماح له بالبناء.
المصادر ذاتها أكدت أن المعني بالأمر قام بالاتفاق مع المتهمين على المبلغ واستغل عودتهم للقائه من أجل تسلمه ليقوم بربط اتصال بالمصالح الأمنية، حيث أوقفت عناصر الدرك الملكي بأرغمان المعنيين بالأمر ووضعتهما رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة. واكتشف المتهمين تسجيل مخالفة تتعلق بالتعمير في حق المشاكي من طرف قائد المنطقة ليقوم بمساومة لغضهما الطرف عن مخالفته والسماح له بالبناء مقابل مبلغ مالي قبل أن يعمد المعني على التبليغ عنهما عن طريق الرقم الأخضر. بعد أن كانت سببا في أزمة غير مسبوقة بينهما المغرب وألمانيا ضمن الدول المشاركة في مشاورات مهمة جدا بنيويورك، أعلنت الخارجية الأمريكي عن عقد اجتماع غير رسمي تحت مظلة الأمم المتحدة بخصوص الوضع السياسي في ليبيا والذي تطرق إلى ملف الانتخابات، وهو الاجتماع الذي عرف مشاركة ممثلي 11 دولة من بينها المغرب وألمانيا اللذان كان الملف الليبي إحدى مسببات الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بينهما سنة 2021. وقال بلغ لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن اجتماع عقد حول الوضع في ليبيا بمشاركة المغرب وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب ممثلي الجزائر ومصر وفرنسا وإيطاليا وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثل عن الأمم المتحدة، كما شارك فيه عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. ولم تكشف الخارجية الأمريكي عن هوية المشاركين في الاجتماع، وقالت إن الأمر يتعلق بمشاورات غير رسمية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفيها ركز المبعوث الأممي على تعزيز التوافق السياسي اللازم لإنجاح العملية الانتخابية في ليبيا، بالإضافة إلى التطرق إلى كارثة الإعصار دانييل الذي ضرب سواحل درنا شمال البلاد. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تضامنهم مع الشعب الليبي في أعقاب كارثة الفيضانات التي ضربته، مجمعين على الحاجة الملحة لتعزيز التنسيق بين الأطراف الليبية والدولية لضمان استجابة فعالة وشفافة لمتطلبات الوضع الإنساني في المنطقة المنكوبة. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربارا ليفا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بشكل كامل جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مشددة على ضرورة وجود التزام دولي متجدد لدفع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. وأكدت ممثلة الدبلوماسية الأمريكية على أهمية حث الأطراف على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الانتخابات ودعم جهود المبعوث الأممي باتيلي لعقد اجتماع للأطراف الليبية الرئيسية بغرض تحفيز المسار الانتخابي من خلال الاتفاق السياسي. وفي مايو من سنة 2021 كان الملف الليبي ضمن نقاط أخرى سببا في الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا، الأمر الذي عبر عنه بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج، أعلن عن سحب السفيرة المغربية من برلين بعدما تحدث عن مراكمة ألمانيا المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمغرب. وتحدث البلاغ حينها عن أن هناك محاربة مستمرة ولا هواد فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديدا دور المغرب في ملف ليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة المغربية من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف كتلك التي عقدت في برلين، علما أن العلاقات بين البلدين عادت إلى مجراها الطبيعي بعد عام من ذلك. نشكركم على حسن المتابعة.